مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم فطاير جبنة الفيلادلفيا. اول شي عندي كوب حليب فاتر، بسم الله، كمان بحط ملعقتين طعم سكر، ملعقة طعم خميرة، بحركهم شوي مع بعض. هلا بتركهم يرتاحوا مع بعض 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. بعد ما تفاعلت العجينة بهيدا الشكل، هلا بحط 3 معالق طعام لبن، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، نص كوب زيت نباتي، خليتهم شوي مع بعض. هلا بدنا نضيف طحين، بنحط كوب 2 ونص، حطينا 3 أكواب ونص طحين. هلا بدنا نعجنهم مع بعض. هذه طريقة الفطاير صراحة كتير كتير رائعة وطيبة، بسم الله. خلصنا العجينة، هلا بدها نجط بشوية زيت نباتي، بسم الله. كمان بحط العجينة، بعملها بهيدا الشكل. اللهم صل على النبي. كمان بغطيها هلا بحطها على جنب وبتركها ساعة لتخمر. هيدي العجينة بعد ما ريحتها ساعة لنكفي الطريقة، بسم الله. عندي هون حبة البركة، كمان سمسم وجبنة فيلادلفيا، بسم الله الرحمن الرحيم.
واجمل ما فيها هيدي العجينه انه ما بدها طحين وما بتلزق، وكتير كتير رائعه وطريه، بتطلع قطنيه. برقها منيح. واو، بهيدا الشكل. بسم الله. هلا بحط فيها جبنه، كمان بطبقها اوبس سمسم، بطبقها بسكرها بالشوكي بهيدا الشكل، بضغط عليها بالشوكي. هلا بحطها على ورقة الزبدة، كمان رح اعمل وحدة تانية. فينا نعمل الحجم اللي بدنا اياه، وهيدي العجينة هي ذاتها فينا نعملها منقوشة بصينية كبيرة، منقوشة وحدة او منقوشتين كبار. العجينة اللي لقلها بتضلها 3 ايام ما بتقسى ولا شيء، كأنك هلا عامليتها طازة. كمان عملناها بهذا الشكل. هلا بحط جبنة، حبة البركة، سكرها، نفس الشيء. بهذا الشكل. هلا بحطها كمان على ورقة الزبدة. كمان رح اعمل من هيدي جبنة المثلثات. فينا نعمل جبنة كيري كمان، فينا اي نوع جبنة نستعمله. هلا بحطها على ورقة الزبدة. هولي بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلا بدخلهم فرن حامي على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هولي بعد ما طلعوا من الفرن أخذوا بالفرن حوالي 10 دقايق. هيدا شكل العجينة. وهولي من الداخل، واو سخنين. هيدا الشكل. كتير روعة. هول الفطاير اللي عملتهم أنا وياكم بالعجينة اللي حضرناها مع بعض. طلع عندي 19 فطيري بهيدا الشكل، وكمان ما بيخلى القمر من مناقيش الزعتر. عملت 5 مناقيش زعتر. بتمنى تجربوا طريقة الفطاير، وإن شاء الله بتنال إعجابكم الطريقة، وكمان ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.